اوكي الكاميرا بدنا اياها تثبت، تثبت هي كاميرا. تمام جاهزين لحلقة اليوم؟ تعال نبلش. اهلا وميت سهلا فيكم. كل نهار خميس مع كاراي. حلقة اليوم رح تكون الجزء الثاني للحلقة اللي نزلت نهار الخميس اللي مضى. عن شو بدنا نحكي؟ 13 سبب او ظرف بغطوا اغلب بس مش كل الظروف او الاسباب اللي بتخليك تستوعبي ليش الرجال اللي انت معه عم بيتغير، عم بيبرد، شوي بارد، شوي بحبك، شوي معجب فيكي، والنهار التاني بيختفي. وينه؟ وين راح؟ شو عم بيصير معه؟ برود فظيع. فايت عليك بقوة وعم بيلاحقك وكل اللي بدك اياه بس كوني معي، وفجأة بطل بده. شو صار؟ عندك 13 سبب او ظرف حكيت عنهم بسبع، حكيت سبع اسباب بالحلقه الماضيه والباقي بدهم ينحكوا اليوم، وزياده عليهم كمان واحد من الظروف، يعني صاروا 14 ظرف او سبب. لما تستوعبي الظرف او السبب اللي انت موجوده فيه رح تعرفي تتصرفي على اساسه. شو تعملي؟ تحسسيه بقربك، تريحي له اعصابه، تخوفي، تعملي معه التحدي الذهني، لعبة خطة الاختفاء اللي كمان رح اترككم اياها بالدسكربشن داون بلو. على فكرة اللي ما حضر الجزء الاول من هذا الفيديو ضروري تحضروه، رح احطلك اللينك بالدسكربشن داون بلو. الظروف بتختلف كلياتها عن بعضها، وحتشوفي علامات بتقول انت باي ظرف، وعلى حسب الظرف اللي انت فيه نتصرف على اساسه. هلا اما بلش بحلقة اليوم، هل هي اول مرة لقلك على هذه القناة؟ ما تنسي تشتركي وتفعلي الجرس لحتى يوصلك مني كل جديد كل نهار خميس. هلا جديد عم نعمل لايف، بعدنا عم نقرر التوقيت كيف بده يكون، مره على تيك توك، مره على اليوتيوب، مره على الانستغرام، حيكون اسبوعيا او كل 2 ويكس. فاللي مش عامل لي فولو على الانستغرام وعلى تيك توك نفس اليوزر نيم مع كارول، بتلاقوني على تيك توك او على الانستغرام. هلا تعالوا نكمل الجزء الثاني بهدول ال 13 سبب او ظرف اللي بيقولوا انه الرجال ليش عم بيبعد عنك ويبرد منك بعد ما كان عم بفرجيك الحب والغرام والاعجاب. فتعالوا نبلش بحلقة اليوم بداية من رقم 8 all the way لرقم 14. اخر اثنين حيكونوا اهم اثنين، فاحضري هذا الفيديو على الاخير. تعالوا نبلش برقم 8. رقم 8، ليش الرجال عم بيبعد عنك ويبرد عنك منك من بعد ما كان عم يفرجيك الحب؟ احتمال جدا كبير انه ما يكون مبسوط بشغله، بالمصاري اللي عم بيعملها، باللي قادر يقدم لك اياه. فبتلاقيه حس حاله انه منه رجال enough بعيونك، حتى لو انت ما شايفه هذا الشيء، حتى لو انت شايفتيه رجال، هو الرجال بينه وبين حاله ما بيلاقي حاله قوي بما فيه الكفايه انه يقرب منك ويكون معك لما ما يكون ماديا مأمن حاله. هل هذا الشيء بيعني انه انت تجي لعنده وتقولي له تعال انا بساعدك وانا بعطيك مصاري وانا بعيشك عندي؟ لا. شوفي اذا عملت هذا الشيء فسر لك شوي الفرق بهي الشغله بالذات بين الرجال والمراه. انت كمراه روح على قعده نسوان، قعدنا كيفكم شو اخباركم؟ دخلكم كيف ستايل هيدا هي السنه كيف؟ على فكره هو الواسع والوان الاورانج دارجه كثير هيدي السنه. هدول حكيت النسوان. الاولاد، الطبيخ، اللبس، الفاشن، هيدول احاديث النسوان. فلما انت تعدي بقعده وتيجي بنت ثانيه او ست ثانيه تسالك انت دخلك شو بتشتغلي؟ قديش بتعملي مصاري؟ ممكن انت تكوني بتشتغلي وتكوني يا لطيف شغله كبيره بشغلك. بس هل اذا انت ما بتشتغلي حيأثر معك، حيخجلك، حيحسسك انك قليله؟ فكري فيها. لا، ما بحسسك انك قليله. المراه غير الرجال بهيدا الموضوع. خلينا نقول هلا العكس، الرجال راحوا قعدوا بقعده الرجال، اول سؤال بنسأله شو هو؟ شو بتشتغل؟ انت مين؟ قديش بتعمل؟ هاي الاسئله اللي اذا الرجال قعد بقعده وما عرف يجاوب عليها او كان جوابه عليها بينه وبين حاله اللي هو المزبوط انه المراه هي اللي عم تصرف عليه، او هو مش قادر بروفايد لمرته، بحس حاله هل قد قده. نزلها كمان شوي، شفتيها السبيس كثير قليل. هذا هو الفرق. فانت ما تجربي تروحي لعنده وتقولي له تعا انا بدفع لك، انا بسوي لك، انا بعمل لك، لانه هذا الشيء بخجله. حتى لو انت شايفتيه شغله منيحه بخجله، لو قبلها منك راح على محل حدا خجله حيحس حاله قليل، لما يحس حاله قليل كره حاله، فبالتالي كرهك لإلك. إذا حب حاله حبك لإلك. فخليكي واعية مظبوط بهذا الموضوع، كيف تتصرفي معه؟ صبر. برد معك عادي ما تبين إنك منتبهة،
حبيبي كيفك شو اخبارك كله تمام الدنيا تمام التمام. مرق اسبوع اسبوعين مثل واحد من الاسباب اللي حكينا عنهم بالفيديو الماضي، مرق اسبوع اسبوعين بلش تبرد اكثر واكثر واكثر. كوميونيكيت انت وياه، احكي معه قولي له حبيبي انا حاسه كثير فيك ودائما بلش بالانت حاسه مستوعب اللي قدامك. لما انت تستوعب اللي قدامك حتى لو قدامك ما اخذ الشيء اللي بده اياه بتلاقيه نزل الحيط اللي قدامه وصار اريح، الطاقة بينك وبينه صارت كتير مريحة. بتفسري له أنا مستوعب حياتي وأنا بفهم أنه أنت بالظرف هيدا أنك أنت عم بتجرب تأمن حالك وأنا هون بظهرك، ما تبعد عني وتتركني لحالي بس لأنك أنت مزعوج، أنا بظهرك وأنا بعرف ومؤكدة أنك أنت رح تقدر. كل الموضوع موضوع وقت، ما تعرضي عليه مصاري، مش تقومي تختفي عنه، حيحس بإنسيكوريتي وبنقص بعد أكبر إذا أنت رحت اختفيت عنه مثل كأنه أنه أوكي أنت فعليا آخر عمك. هل هو هذا الشيء؟ هل هيدي العلاقة بالذات حتكون سهلة وبكرة واللي بعده واللي بعده حيصير شيء جد بينك وبينه؟ لا، وما تجربي تبشت، ما تجربي أنك تضغطي أنه يوصل لهيدي المرحلة لأنه ما حيقدر يوصل لهالمرحلة قبل ما يأمن حاله. فإذا أنت قادرة تصبر عليه عادي وصبر عليه، إذا مش قادرة تصبر عليه تركي وامشي. تعالوا هلأ نروح على رقم 9. رقم 9 شو عندي لقلكم هون؟ أوكي، لما الرجال يكون مش قادر يرضيك بولا شيء، شو ما عمل معك ما بيرضيك، بتلاقيه برد معك من بعد ما كان مبين الحب والغرام. وهيدي الشخصية بالذات بيكون عنده خبرة سابقة من علاقة سابقة جرحته كتير، خلته كتير خايفان على مشاعره. فإذا حس إن هو مش قادر يرضيك، مش قادر يمارس رجوليته ان هو يريحك يسكتك، بتلاقيه كمان حمل حاله مشي. يعني احتمال يكون مثلا كان يظهر مع اصحابه مره بالاسبوع، صار يظهر مع اصحابه مره بالاسبوعين، تجي انت وعم تحكي معه كمان بتضلك انه انت مش عم تعطيني وقت بما فيه الكفايه، وهو عم بيجرب بس انت ما عم تشوف هذا الشيء وما عم ترضي بولا شيء. يعني من الاخير اذا ضوالك اصابيعه العشره انت مش عاجبك، بتلاقي حمل حاله برد ومشى. هون شو الحل حتى تعمليه بهذا الظرف؟ مش انك تختفي، الحل انك تبلشي تستوعبي، تبلشي تشوفي الامور بطريقه مختلفه، انه اوكي عم بحاول، بدي اعطيه الكريدت على المحاوله اللي هو عم بحاولها. يعني عم بحاول خلينا نقول انه يخصص لي وقت لإلي، عم بحاول انه يجيب لي اغراض، يجيب لي هدايا، بس هو ماديا مثلا مش كثير قادر انه يعمل هذا الشيء. قدري، ثانك يو، حسسينك انت شفتي، يعني مثل كانه حاطه عوينات انه هل هي شايفه انه انا عم بعمل هيك ولا لا، شيل هالعوينات قولي له انا شايفه بس كل اللي عليك تعمليه ثانك يو. اللي بعده، اذا بدك كمان مش معناتها انت ممنوع يكون بدك كمان، وانت لازم ترضي بالقليل، انا ما عم بقول لك ترضي بالقليل، بس انت لازم تقدري الشيء اللي عندك تيجيك اللي اكثر منه. بالضبط مثل علاقتنا مع الله، كل ما حمدناه اكثر كل ما اعطانا اكثر، كل ما قدرنا اكثر كل ما اعطانا اكثر. نفس القصه. رقم 10، من الأسباب والظروف اللي بتخلي الرجال يبرد معك من بعد ما كان مبين أنه هو بحبك وكله تمام، هو الحيرة تبعيته، منه مؤكد من مشاعره اتجاهك. شو العلامات اللي بتقول أنه هو مش مؤكد من مشاعره اتجاهك؟ 1، أنت in a situationship، يعني ظرف ما مش مفهوم هل هي علاقة أو من علاقة، وبنفس الوقت بيعطيك أعذار وبيجرب يلاقي طريقة أنه يخليك وقت أكتر بحياته. يعني لا بده يقلك نحن بأي علاقة، هل نحن بعلاقة، هل نحن we're dating، هل أنا بدي إياكي ما بدي إياكي، بدنا نجرب ما بدنا نجرب، ما بيقلك وبيضلوا يعطيك أعذار، بس بنفس الوقت في أعذار دايما لحتى أنت تضلك موجودة عنده بحياته من دون أي فهم، من دون ما تفهمي شو القصة. situationship not a relationship. علامة رقم 2، بتلاقيه بعده عم بفتش على options تانية، مخلي الخيارات تبعيته مفتوحة ومتأمل انه يلاقي حدا احسن منك. 3، بفتش على شغلات صغيرة عندك to pick on you، يعني اذا شلت ممكن كباية من هون لهون بيعملك مشكلة، اذا كانت شغلاتك كتير صغيرة بيدقلك على اقل شغلة. رقم 4، mixed emotions، بيعطيكي يعني بيعطيك علامات كل مره شكل، مره بيعطيك علامه انه بحبك، مره بيعطيك علامه انه انت ولا شيء، انت صديقه بس لي، انت منك ولا شيء بالنسبه لي، والنهار اللي بعده انت ما في حدا بيريحني قدك، ما في حدا بوثق فيه قدك الى اخره.
وعندي كمان رقم خمسة. شو كانت رقم خمسة؟ ايه انه لما يفوت على محل بنتنتبه انه بده انتباه الكل، كامن رجال كامن بنات، الاتنشن اللي هو بيطلبها كتير عالية، بيضلوا عم بيطلبوا ينطر الاتنشن والاهتمام من حدا غيرك انت. انت هون بحالة انه هو الشخص اللي انت معه ما بيعرف اذا بدك او لا. هون شو بتعملي؟ خطة الاختفاء بالتفاصيل تبعيتها رح احط لك اياها بالديسكربشن داون بيلو. اللي ما بيعرف قيمتك، يا اما بيعرف قيمتك وبيجي على حسب قيمتك بيقدرها وانت اوكي مع هذا الموضوع، او بلاه بنخليه يعرف قيمتنا. كيف بنخليه يعرف قيمتنا؟ انه يخسرنا. خليه يخسرك. اعملي خطه الاختفاء لمده 30 يوم على الاقل، 3 اسابيع، لحتى الرجال يستوعب هل انا قادر عيش بليها؟ يا الله وين راحت؟ بدي اياها ترجع. هون بيعرف قيمتك. بس انت ضليتك قاعده حواليه وتقولي لا خليني حواليه لحتى يتاكد من مشاعره، ما في شيء رح يصير. رح تضلك ان اوبشن نوت ا برايورتي، رح تضلك خيار وليس اولويه. وانت مين؟ معقول تقبل تكوني خيار؟ ما تقبل تكوني خيار. قيمتك كبيره كتير. عرفي قيمتك بالاول، ولما تعرفي قيمتك احملي حالك واطلعي. ما تركزي على قيمته، ركزي على قيمتك انت. قيمتك بتقول انه الشخص اللي قدامي اذا مش مأكد 100% انه بده ياني، تو باد، باي، خسرني، احملي حالي وامشي. اذا رجع حكيك بعدين قال لك انا عارف قيمتك، انا بدي اياك، يعني بطلنا على السيتويشن شيب، صرنا بالريليشن شيب. سيتويشن شيب هو ظرف ما بنعرف شو هو، هل هو علاقه مش علاقه. اذا اجى لعندك وقال لك انا مقدر قيمتك، انا مشتاق لك، انا بدي اياك، انا بدي نبلش هيدي العلاقه، تمام التمام. اذا لا انفدي بريشك وما تقعدي مع شخص عاملك خيار وانت منك أولوية. انت بتستاهلي تكوني الأولوية وبس. تعالوا هلا نروح على رقم 11. رقم 11 هو الريباوند. رح حطلك كمان فيديو عملته كامل بالعلامات تبعيته كيف تتصرفي معه بالديسكريبشن داون بلو. لما تكوني ريباوند، شو يعني ريباوند؟ ريباوند معناتها انه انت الجسر لحتى ينسى شخص قبلك، لحتى يتخطى شخص قبلك. فشو بتلاقي؟ اجى لعندك فرجاك الحب والغرام والاعجاب وفايت فيك بقوه. انتين ببلش يبرد ويرجع، يبرد ويرجع لما يفوت بموضوع المقارنه، بمرحله المقارنه. يعني ممكن انت تكوني بكل بساطه مش فاهمين شو القصه، عم تاكلي اكله. مثلا اللي قبلك بتاكل هيدي الاكله وهي مثلا مسكره تمها مبينه كثير كلاسي، انت بتاكلي مثلا وعم تعلكي وفاتحه تمك، شوفي ما ابسط الشغله، بتلاقيه برد وراح. ليه؟ هو مش لانه انت عم تعملي شيء غلط، لانه هو عم بقارن. هلا تعالوا نروح على رقم 12. رقم 12 انه هو شخص a player، واحد بيلعب، واحد نسوانجي، واحد اناني، واحد ما بهمه مشاعرك ولا مشاعر بنات غيرك. بتلاقيه بحبك وبين لك اعجاب وغزل وحب وغرام ونظرات والى اخره، معك ومع كذا وحده تاني. انت الاحساس هون رح يجيك الاحساس انه انت منك الشخص الوحيد، الا اذا كان هو ممثل فظيع، يعني بده هوليوود ستايل، وموجودين اللي بدهم هوليوود بفرجوك الحب والغرام وبيكونوا عم بيحكوا مع اكثر من وحده ثانيه. يا اما بغيت، انا بسمع منهم هدول انه مثلا في رجال بينصبوا على النسوان على فكره بالطريقه هيدي. في ناحيه ثانيه انه يكون بس بده ارضاء غروره على حساب وجعك ووجعه 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 ووجعه. شو بيعمل؟ بفرجيك الحب لانه بيشوف منك حب بالمقابل، وبعدين بيحمل حاله ببرونت، بعدين لما يحس انه انت بلشتي تتخطيه بتلاقيه رجع لعندك يا لطيف، رجع بقوة. ليه؟ لأنه ما بدي ولا وحدة من هيدول تروح، بديهم كلياتهم معلقين فيي، بديهم كل الوقت يكونوا عندهم أمل لحتى ضلني أنا عم بلعب فيهم. أول ما تكتشفي هيدا الشيء انفدي بريشك، لا تفكري كيف تحقدي عليه، لا تفكري كيف تنتقمي منه، أصلاً ما بيستاهل إنه يقعد ببالك للحظة. ما بيستاهل إنه يشغل بالك كيف تنتقمي منه لهيدا الشخص. بكل بساطة طلع من الموضوع. سهلة؟ لا، أعوذ بالله. بعرف وحدة تعرفت عليها بمصر، أكتشلي وقت نزلت على مصر آخر مرة، كانت عم تخبرني على قصة إنه كانت تحكي مع واحد يا ويلي شو مبين بحبها وهي مغرومة فيه. كل شوي بدق لها أنا مش قادر، أنا مش عامل، أنا مش مساوي، هو ببلد هي ببلد أكتشلي، تبعت له مصاري. بعد فترة وخاطبين تقريبا فيك تقولي، إجا نزل على مصر، حملت حالها راحت عند أهله، والأم أمه على فكرة مش تركي كمان بالموضوع. فبتلاقيها لأمه كمان بتحكي معها وحبيبتي ويعيني ومدري شو، لحد وبتبعت له مصاري كمان. لا يعني الصبية بتبعت مصاري للرجال وأمه معها خبر بالقصة كلها. بيجي على البلد قاعدين، فجأة بتكتشف مسك التليفون، أخذ التليفون وصار يتفتش بالمسجز بينه وبين أمه.
طلعت امه كمان عم تشتكي معه، عم يحكي مع ست بنات تانيين يعمل معهم نفس الشيء، وعلى اساس كل وحده بده يخطبها وبحبها وبموت عليها والى اخره. بليز خلي عيونك مفتحه من هيدا الرجال، لانه يا لطيف الله يبعد عنك ولاد الحرام ويقرب منك ولاد الحلال. ضلك عم تدعي هاي الدعوه. هلا تعالوا نفوت على رقم 13. شو بحبك، بيموت عليك، بيعشقك، بتشوفي نظراته، بتشوفي حكياته، بتشوفي التعلق تبعه فيك. كل ما تعلق فيك كل ما هرب، كل ما حبك وعشقك وحس انه هو مش قادر انه يتركك او انه يعيش بلاك هرب. هيدا الشخص اللي عنده avoidant attachment. avoidant attachment هو واحد من 4 styles. هقول لك شو معناتها كلمه avoidant attachment. اول شيء avoidant attachment هو الشخص اللي بيرتعب رعب، ولما يرتعب من التعلق هي avoids، بيتجنب التعلق. هلا هيدا الavoidant attachment. الdisorganized attachment اللي هو التعلق اللي غير صحي اللي مشربك كلياته، خلينا نقول هو فوق هون، في بينزل منه 4 styles من اللخبطه بالتعلق. واحد فيهم اللي هو الavoidant، واحد فيهم هو الanxious التوتر بالتعلق، في واحد منهم the fearful الخوف بالتعلق، وفي واحد فيهم the secure اللي مريح اعصابه بالتعلق. الحاله هيدي هي the avoidant attachment. الحاله هيدي خليني اعطيك العلامات تبعيتها شو هي. رقم 1، بتلاقيه بيتجنب المشاعر، يعني ممكن يكون عندك كل الوقت all over you، يعني بيعطيك ببوسك بحبك بموت عليك. تاني يوم اذا حس انه هيدا التعلق كتير قوي والمشاعر كتير جياشة، تاني يوم بيتجنبك، بيبطل يرد عليك من اساسه. 1. 2. suppress feelings، بيستصعب كتير يحكي على مشاعره، يعني ممكن انه تحسي بحبك بكل شيء بس بيتجنب تجنب فظيع انه يحكي بالمشاعر تبعيته. 3. بيلطش، يعني بيتفادى انه يشكي لك على اي شيء بس بيلطش بالمقابل، يعني ممكن انت تكون مضايقتيه بشيء ما بيجي بيشكي لك بيقول لك انت مضايقتيني بكذا وكذا وكذا، انا حاطه لبسك على فكره عم بلزق شعري على اللبسك، ما بيجي لعندك بيقول لك دغري بوجهك او بيقدر ياخذ ويعطي معك بالحديث بس بلطشك. 3 4، سوري، بخاف من الرفض، بتلاقيه عنده رعب من الرفض، يعني اذا في شيء ممكن 1% ترفضي بتلاقيه بيهرب وبيخاف وبيرتعب منه. 5، بيتفادى اي موقف مزعج، اي حديث ممكن يكون مش مريح لإله بتلاقيه بيتفاداه وما بيواجهه whatsoever. 6، الاستقلالية تبعيته بتنتبه عليها انه كتير عالية، يعني كل شيء هو بده يعمله لحاله، الاستقلالية عنده جدا مهمة. 7، كتير مركز على حاله، على رياحته، انتبه عليه. العلامة رقم 7 انه هو شخص عنده avoidant attachment، يعني بيتجنب التعلق فيك. عنده كتير صعب انه يوثق بالناس، وبتلاقي انه صعب كتير to maintain a relationship، يعني العلاقات تبعيته ما بيقدر يحافظ عليها. تفرج على الاكسبيرينس والفترة الماضية بتلاقي انه هيدي ممكن تكون كمان وحدة من العلامات. عندك كمان علامة منهم انه بتلاقي بحس انه الشريك تبعوله متشبث فيه كتير، يعني بأوفرها للقصة، هو الشريك تبعوله كل اللي انت عم بتحاولي تعمليه تكوني انك تتقرب منه emotionally، يعني لما تجربي انت تتقرب منه بمشاعرك بس تقرب لا اكتر ولا اقل، بتلاقيه هو بيعظم الفكرة براسه وبيفكرك انه انت عم تتشبثي فيه وتخنقي. هلا شو الاسباب اللي وصلته لهون؟ الارجح انه يكون صار معه تروما هو صغير، صار معه شغله اثرت معه قبل عمر 3 سنين، او ممكن كمان بعد عمر 3 سنين اثرت معه كثير. الكير جيفرز تبعوله يمكن حسسوه انه لما هو يتضايق لازم هو يدبر حاله، لازم هو يكون مستقل، حسسوه انه ممكن لازم يكون بيرفكت، احتمال كبير لازم يكون عنده كمال فظيع، يا اما هو يا اما اهلاته ببطلوا يحبوه بنفس الطريقه. بتلاقيه عنده الاستقلاليه جدا عاليه من هو صغير، وصلته لهون. هلا في دراسه كمان بهونغ كونغ صارت، شو بتقول؟ بتقول نساء ورجال، هذا شيء اكيد ممكن كثير يصير مع نساء ومع رجال. للرجال يكون عنده avoidant attachment اخطر بكثير من المراه انه يكون عندها avoidant attachment. الدراسه بتقول انه اذا كان الرجال اللي عنده avoidant attachment بيأثر وبيأذي العلاقه بشكل اكبر من المراه. فهلا اذا شفتي العلامات هيدي بدك تعدي تفكري بدك تكملي او ما بدك تكملي، على اساسهم تتصرفي. ما بدك تكملي احملي حالك وطلعي من هاي العلاقه، انت بتقرري هذا الشيء، فيك توصل لمرحله انه انت تستوعبي انه في فرق بين المشاعر والوقائع،
يعني مشاعري انا بحبه، انا بموت عليه، بعزه، بتمنى له كل الخير، بس مش هذا الشيء اللي انا بدي اياه بحياتي. ففيك تقرري حتى لو كنت شخص بتحبيه وبتموتي عليه، تقرري انك انت ما تكوني معه. انت هذا القرار فكر هلا بعقلك، رجعي للورقه اللي كتبتيها اللي نحن انا وياكم بنحكي فيها بالحلقات الماضيه، رح احط لك الحلقه هيدي بالديسكربشن داون بلو، كيف انت تجذبي الشريك الصح لحياتك هو انه تكتبي الشغلات اللي بدك اياها. وانا مأكده انه انت لما تكوني كتبتيهم لازم تكوني كتبتي انه بدك حدا ايموشنلي افيلبل، يعني متوفر بمشاعره، غير هيك شو بدك فيه؟ يعني بدك مشان شو؟ وبدي اقول لك كمان هاي الشغله اللي لازم ضروري انك تعرفيها، اذا انت معجبه او بشدك هذا النوع من الاشخاص، انت كمان عندك ديس اورجنايزد اتاتشمنت. لما انت تستوعب الديس اورجنايزد اتاتشمنت اللي عندك، تستوعب المشكله الاساسيه وبتقولي اوكي ستيل مع هيك انا ما بدي شخص انا افيلبل ايموشنلي، منه متوفر بمشاعره. ففيك تحبيه وتعشقيه وتموتي عليه، بس بنفس الوقت تفكي هذا التعلق وتقولي انا ما بدي اكون معه. هلا شو التصرف الصحيح مع هذا الشخص؟ إذا إجا لعندك قال لك أنا ما بدي إياكي، أوكي؟ إذا قال لك كلمة ما بدي إياكي، خطة الاختفاء، go for it. إذا ما إجا لعندك وقال لك أنا ما بدي إياكي، اسمع مني وما تغلط هاي الأغلاط، رقم واحد، ما تختفي. رقم اثنين، الخوف تبعولك رح يأثر عندك، إذا قررت تكملي معه، إذا قررت إنه هاي العلاقة بدك تكملي فيها ستيل، الخوف تبعولك رح يغلب يعني يتغلب عليكي، لانه انت حتبلش تحس انه شو عم بيصير، حتلاقي حالك دائما عم تعملي لوب، عم تعملي ليمبو، رايحه جاي رايحه جاي، شو ما صار ما بتتغير، بنحب بعض وبنموت على بعض، بعدين بنرجع بعد شهر شهرين بترجع بتصير نفس القصه لما يتعلق فيك. فانت هون ما تحس، ما التوتر والخوف ما تخليه يتغلب عليك، خليك انت بينك وبين حالك قويه. الخوف والتوتر لما يتغلب عليك رح تبلش تدوشي، رح تبلش بدك تخففي وبدك تعملي له بلوك وبدك تهربي وبدك تحملي حالك تسافري وبدك تبكي وبدك مش عارفه حالك شو عم تعملي، الخبيصه كلها بتبلش. ما تخافي هذا الخوف، تعاملي بالموضوع بشكل طبيعي، يعني قعد اسبوع اسبوعين ولا حتى رد على تليفونك، تمام اوكي، بيرجع بدق لك، بتحكي معه كانه القصه ما صارت، ما تضلك تدقي له تدقي له حبيبي وش صار لك ولا ارجع. كل ما انت عم بتجربي تقربي هذا الشخص وتطمنيه لهي الدرجه، شو قلت لكم وحده من العلامات، اذا حسستي بس انك انت عم تجربي تقربي منه هذا الشخص، بحسك انك انت خنقتيه ومتشبسي فيه وسجل. فقد ما فيك تفلتيه فلتيه فلتيه، ما تخليه يوصل لمرحله انه يهرب منك من وراء التشبث تبعولك فيه. فانت حتى بالحاله هيدي بدك تكوني اخف من ما لازم تكوني بالعلاقات الباقيه، اخف عليه تعلق. برجع بقول تعلقتي فيه هذا الشخص بالذات هرب منك. فانت هون ما تخلي الخوف، ما تخلي التوتر ياثر عليك ويخليك تجنني، جربي طمنيه من اي ناحيه. يعني هذا الشخص بخاف كثير على فكره انه خلص يخلص العمر وما معه حدا، فبتلاقي هذا الشخص كمان على فكره هو ما بيقدر يكون مع مره واحده وبس، ولا ممكن. ليه؟ لانه المره الواحده بس ممكن تتركه يوم من الايام، فبتلاقيه بده اكثر من اوبشن كل الوقت بحياته، حتى لو هو من جوا ما بده. فإذا تعلق فيك لمرحلة كمان قوية كتير، حس إن هو رح يخلص من البنات كلهم أو بطل يستمتع بولا حدا غيرك أنت، كمان هرب لحتى يرجع قوته، يرجع يستجمع قوته والكنترول على حياته، بغض النظر إذا كان صحي أو مش صحي، مش هذا هو موضوعنا. فأنت هون بدك تفلتي، بيحكيك بعد أسبوع أسبوعين حبيبي كيفك، اشتقت لك، ولا كأنه الموضوع صار، ولا كأنه صار، ما كتير اللي أنا ما بقدر أعيش بلاك، أنت ساعدتي بإيديك، باي باي، راح ما تعملي هاي الشغلات. احضري الفيديو تبع التحدي الذهني، راح احط لك اياه بالديسكربشن داون بلو. هو مش بس لحتى تتحدي، هو لحتى يضله مرتاح ومريح اعصابه انه انت مش هون لحتى تتشبثي فيه، وبنفس الوقت لازم تفرجي حب. هذا الشخص بدك تعمليها، يعني هو بتشدي بترخي، بتشدي وبترخي، حبيبي وعيني وعمري وانا هون وموجوده هون، بس بنفس الوقت انت منك مضمونه من اي ناحيه. يعني ما حكيك ما خربت الدنيا، بتلاقي حياة برا حياته قد ما بتقدري، اعملي استقلالية لإلك، لأنه هو كل حياته رح يكون عند الاستقلالية تبعيته. أصحابك يكون عندك أصحاب أكثر، جروبات أكثر، يوم يعني الأسبوع تبعولك يكون مليان، كل الوقت مليان. أنت بدك تريحي هذا الشخص، بدك تضلك محسسين أنت موجودة بظهره وأنت موجودة لإله وأنت موجودة معه، بس بنفس الوقت ما بتتأثري أبدا إذا راح ولا إذا رجع. يعني أنا بحبك بس ماني متشبسة فيك. هيدي الخلاصة تبع الشخص اللي عنده avoidant attachment.
وطبعا اعطيك بونص باخر هذه الحلقه رقم 14 اللي كانت المفروض انه يكون بس 13، بس خليني اعطيك بونص سبب او ظرف بخلي الرجال يبرد معك من بعد ما كان مفرجيك حب. شو هو؟ انه هو من الاول ولا شيء غير صديق لك. شو اللي عم بيجي لعندك؟ هو بده صداقتك لانه هو بحبك، بحبك المعزه مش المحبه تبعيت الزواج والحب والغرام والعلاقه والى اخره. بحبك بعزك كصديقه له، فهو بيقرب منك وبده يقضي وقت معك وبتلاقي قريب كتير منك. فجاه بحس انه انت بلشت تتعلق فيه، بلشت تحبيه، بلشت يكون عندك مشاعر لك. هو بعزك بخاف من زعلك، فبتلاقيه عمل حاله بعد برد عليك لحتى ما يأملك انه خلص ما تتأملي، انا هون صديق لك وبس. بعدين بيرجع بقرب منك لما يشوفك انك انت رجعتي ريحتي، او يمكن يكون هو بعقلته انه اوكي يمكن تستوعب انه نحن بس صداقه. بهذا الظرف بالذات بكون عم بيقلك انه نحن اصدقاء فقط، بس بنفس الوقت مش عم بقرب مثلا يبوسك، مش عم بقرب يحط ايده بايدك مثلا يمسك لك ايدك، مش عم بيتغزل فيك بطريقه سكشوال، بطريقه فيها رغبه جسديه، بس بكل بساطه بقول لك انت بنت حلوه لحتى يعطيك كومبلمنت، لحتى يعطيك مدح، بس بده يكون بس صديق لك. فانت كيف تعرفي هاي الشغلات؟ لازم يكون قال لك نحن بس اصدقاء، وما في علامات ثانيه غير يعني ثانيه بتقول انه هو بده اياك بعلاقه. هذا الشخص بس صديق لك، هو ما بيرغب انه غير انه يكون صديق لك. فشو تعملي معه بهيدي الحاله؟ بهيدي الحاله عادي فكري، هل هو محرز انه انا خليه بحياتي كصديق؟ يعني هل عنده كواليتيز، عنده نوعيه من الشغلات؟ يعني صادق كثير، بوثق فيه، بوثق برايه، بحب احكي معه، بنبسط بالقعده انا وياه، بحترمه، في هاي الشغلات كلها محرزه انه انت هو يضل موجود بحياتك كصديق، خليه كصديق. ولازم تحكي بعقلك انه هذا الشخص ما في حب، ما في غرام، ما في تعلق، اذا معلق فيه طلعي، ما تعدي حواليه لحتى انت تشفي منه. واذا انت قادره انك انت تكوني بس صديقه له، شفتوا رجع كمان علق الشعر على لبسك، اذا قادره تكوني بس صديقه له تمام تمام، خليك صديق وما بقى تفكري بولا اي امل تاني. بتمنى هاي الحلقه تكون عجبتكم. انا سجلت لكم اياها على فكره كمان الاسبوع الماضي بالوقت نفس الحلقه الاولى، بس رجعت لانه زدت وحده وقلتهم بطريقه شوي مختلفه، فسجلت لكم هاي الحلقه بتيب ثاني بيسكلي وسرب ثاني. بحبكم قد الكون وما فيه. بشوفكم نهار الخميس اللي جاي.